السلام عليكم متتبعي قناة شيوات صفاء. اليوم إن شاء الله جبت لكم طريقة نتاع عمل السفنج، السفنج المغربي وخاصة الوجدي. إحنا عندنا في مدينة وجدة كنتناولوا بزاف السفنج، وكذلك أنا عملته على حساب الجالية المغربية حيث كنبغيوه بزاف، تما ما كيتباعش لينا ماشي متوفر، يعني كنقدروا نديروه في المنزل بأسهل طريقة ومكونات بسيطة. تبعوا معايا. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجوا 500 غرام تاع الدقيق، غادي نحتاجوا ملعقة كبيرة نتاع السكر، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، واحد خميرة الحلوى، وبيضة. وغادي نحتاجوا الماء الدافئ باش غادي نعجنوا هاد العجينة. اول حاجه غادي نبداو بها غادي نديرو الخميره نتاع الخبز، من بعد كنضيفو السكر. كما كنعرفو الخميره باش يعني تاكل النتيجه ديالها كتبغي الغذاء ديالها، واللي هو السكر ضروري، حاجه ضروريه السكر. وكنضيفو واحد الكاس كبير نتاع الماء، باش يتفاعل لنا مع الخميرة. كنضيفو بيضة، وكنخلطو. هاد السفنج كيجي رائع، كنديروه مع الشاي، كنرفقوه بالشاي، ما كياخد لينا وقت طويل. من بعد ما كنخلطو الخميرة مع السكر ومع الماء، الان غادي نجيبو الغربال ديالنا. ضروري اننا نغربلو الدقيق، واخا يكون دقيق ممتاز ضروري يتغربل. كنضيفو ليه الملح ونغربلوه باش ما يكونش عندنا كتل، السفنج ديالنا يخرج خفيف. ما كانش كي الحاجة نتاع الدار، يعني الحقيقة الحاجة نتاع الزنقة ما كنعرفوش كي دايرة. بعد ما غربلت الدقيق كذلك غادي نضيف خميرة الحلوى، حتى هي كندوزها في الغربال بهذا الشكل صافي. والان غادي نستعمل يديا باش نعجن هاد العجينة. هاد العجينة ما كتجيش ثقيلة، كتجي خفيفة، غادي تشوفوا معايا. وكندير حدايا الماء الدافئ، اللي بغا دير في العجانة دير في العجانة. المهم اننا نتابعوا كمية الماء بحيث العجينة تاع السفنج كتجي مطلوقة، ما كتجيش ثقيلة، ماشي كيما البيني. البيني العجينة ديالو كتجي شوية، السفنج لا، السفنج كيجي مطلوق. كنتلكوها مزيان بهذه الطريقة كما كتشوفوا معايا، ماشي ما كنعجنوهاش غير كنضربوها بهذا الشكل كما كتشوفوا. كنضربها مزيان، بعد ما دلكتها مزيان غير بهذه الكيفيه كدلكوها غير هكا كما كتشوفوا عندي خفيفه تقريبا. هاد طلعت لكم تاع الدقيق خدا ليا كاس ونص ديال المدافي. الان غادي نغطيها وغادي نخليها حتى كيتضاعف الحجم ديالها باش نخدموا بها. من بعد ما ضاعف الحجم دياله غادي نفرغ منه الهواء كما كتشوفوا بهذه الطريقه. وغادي الان بدي نشكله كويرات تقريبا متساويه، نديروها في واحد الصينيه بالاستعانه بشويه نتاع الزيت في يدينا باش ما يلصقش. اول حاجه كنجيبو ديك الصينيه ولا بلاطو ولا غير اللي درتو فيه، دهنوه
دائما بالاستعانه تاع شويه الزيت في يديكم بهذا الشكل. كما قلت لكم كتفرغوا الهواء من العجين وكتاخذوا كويرات كي شويه نحاولوا ناخذوا الزيت باش ما يعذبناش. نشكلوا كويرات بهذا الشكل كنحطوهم مره اخرى كناخذوا كويره كذلك كنحاولوا نديروهم متساويين. بهذا الشكل غادي نكمل كاع الكيفيه. لما شكلت كاع الكريات نتاع السفنج عندي هنايا وجد جوج نتاع المقلات، وحده درت فيها غير شويه ديال الزيت وحده درت فيها تقريبا شويه باش يغرق لنا السفنج. علاش؟ هذا هو سر النجاح نتاع السفنج باش يجينا خفيف. في الاول كنحطوه غير في هذا القالين نتاع الزيت حتى كيدير لي الفقاعات كيبدي ينتفخ، ما كنخليوش حتى كيحمر بزاف، كنحيدوه وكنرجعوه في هذا الزيت عاد كنكملوا له الطياب ديالو. تبعوا معايا، كناخذوا واحد الكريه بهذا الشكل وكنحاولوا نثقبوها في الوسط بهذا الشكل حتى كنشكلوا الشكل نتاع السفنجه بهذا الشكل، وكنديروها في الزيت اول خصنا يكون سخون. انا هنا الزيت ديالي ما سخنش عاد مزيان بهذا الشكل، نتمنى يكون واضح. هنا كنتحكموا به واحد الفرشيطه بهذا الشكل، وكنخليوه حتى كيشكل لنا فقاعات. باش ما يتبلعناش كنوسعو هكا. هنا السفنج كما كتشوفوا بدا هذيك البيوضيه كما كتشوفوا كيبان كتطلع وكيدير لي الفقاعات، كنخليه شويه غير كيبان بدا شويه كيحمر من السفلي ديالو من التحت، كنهزوه وكنحطوه على نفس الوجه في الزيت الاخرى. هذه هي الكيفيه اللي كينجح بها هذا السفنج. الان غادي نحيده هذا الشكل وكنحطه نفس الوجه وكنعاونه هكا من الفوق، كندير عليه الزيت هذا الشكل وكنخليه حتى يحمر لي من الاسفل، عاد كنقلبو كما كتشوفوا هو كينتفخ لي اللي كنردوه في هذا الزيت. هاد الشكل هاد السفنج كيجي رائع وحسن من تاع الزنقه بألف خطره، حيت اول حاجه نظيف كديريه بيدك سيداتي ولا سيدي كذلك، كديريه في المنزل ديالك نقي وكتعطيه الاطفال ديالك وانتي مرتاحه انه نظيف. هاد الشكل كنساعده كنشوفو هو احمر لي، غادي نعاون بواحد الفرشات حسن. نعاون بواحد الفرشات بهذا الشكل، كذلك غادي نخليه يحمر من الجهه الاخرى. دغيا غادي يحمر. من بعد ما حمر السفنج غادي نحيدو بهذا الشكل، غادي ندير وحده اخرى تبعوا معايا. كنا ناخذوا واحد الكره بهذا الشكل كنعملوا فيها حفره بهذا الشكل
وكنديروها في المقله الاولى وكنعاونوا واحد الفورشيت باش ما تبلعناش. هذا الشكل صافي وكنخليوها حتى نخليوها حتى تطلع لي شويه عاد نديروها في المقلاه الاخرى. هذا الشكل غادي نحيدها نعملها في الزيت الثانيه كما قلت لكم كنساعدها كندير ليها الزيت من الفوق باش تنتفخ ليا بهذا الشكل. الطريقه سهله كنشوفها اين فوا كتحمر كنقلبها هذا الشكل. غادي نكمل انا بهذه الكيفيه حتى نسالي السفنج ديالي باش تشوفوا معايا في طبق التقديم. بعد ما كيطيب السفنج ديالي كيجي بهذا الشكل كيجي رائع اكثر من رائع كيجي زوين وكما قلت لكم صحي. هذا الكميه درت لي رطل يعني كيجي رائع كديروا على حسب ما غادي تشربوا مع لاتاي كيجي لذيذ. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وراه سهل كما كشفتوا معايا الطريقه ماشي صعيبه. نتمنى تجربوه ما تنساوش الاشتراك في القناه وكذلك الضغط على جيم والتعليقات ديالكم كذلك زوروا صفحتي على الفيسبوك شي واتساب وبارطاجيو لي فيديو وشكرا لكم الى اللقاء. نوريها لكم من داخل كيفاش كتجي كتجي بهذا الشكل كتجي رائعة. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم وإلى اللقاء.